بعد طول انتظار أصبح الحلم حقيقة، وامبارح مش زي النهاردة، وأكيد بكرة أحلى بيكم. إحنا النهاردة على أرض الواقع من أسيوط فيستيفال مول لكل عملائنا الكرام، وعدنا وقررنا إن إحنا نكمل المشوار، والنهاردة بدأنا العد التنازلي بفضل الله سبحانه وتعالى للانتهاء من أولى المراحل لأكبر مول على مستوى صعيد مصر.